حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امراه من الانصار وكان لها غلام نجار وقال لها مري عبدك فليعمل لنا اعواد المنبر فامرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم: أرسلي به إليَّ، فجاءوا به، فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه حيث ترون.